لا لا مش قادرة. I wanna pee. مش قادرة خلاص. أظن أنا بقى كده عداني العيب وأزح، جيت لك وضمنتك وخرجتك. إيدك بقى على العدد. أنتِ ليه عايزة العدد؟ أنتِ مش واثقة فيا ولا إيه؟ طبعًا مش واثقة فيكي، وأعملي حسابك من النهاردة لحد ما نلاقي الفلوس العدد ده هيبقى معايا أنا. شاري حبيبتي، أنتِ لسه فاكرة إن أنا هربت منك؟ أنا غلطانة. بجد أنا غلطانة إن أنا ما صحيتكيش. كنتِ نايمة كده وغلبانة قوي فصعبتي عليا، قلت أروح بسرعة وأرجع لك، صح يا سيف؟ آه صح، آه صح طبعًا. قالت لي عد عليا قبل ما شاري تصحى بدري وتلاقي الفلوس كلها. شفتي بقى؟ طلعت خايفة عليك اهو، بطلي ظن بقى. أنا أول لما شفتها قلت لك يا بنتي دي بنت أصول، لا يمكن يطلع منها الحركات دي أبداً. ثانك يو. أنت يا دوب رجعت للكيمياء ولا إيه؟ أمال مين اللي كان طول السكة عمال يسخن فيا ده؟ لا أنت بتتخانق لوحدك، دي مشكلتك، أنا ماليش دعوة. لا يا جماعة مش هنقعد نهري هنا طول اليوم، أنا هموت وأدخل تواليت وإلا كده يعني هزريت الدنيا. طيب ما يلا يا جماعة نقعد على أي كافتيريا على البحر، يعني اللي عايز يفطر يفطر، اللي عايز يزريت يزريت، اللي عايز ينزل المية ينزل المية. في بنانا بوت؟ آه في بس غالية شوية. أدفع 150 جنيه هديك 500. لا لا لا, لا أنا مش هستناكوا خالص، أنا مش قادرة أستحمل. بابي العدد فضلي. ما تهزرش يا هاني، يعني أنت كنت بتمشي في المنطقة وأنت صغير من غير بنطلون؟ أمال هستنى يا عم سيف لما حد يشدلي البنطلون؟ لا ناصح معلش ثانية واحدة، عشان مش أول مرة يحصل لي الحركة دي. حضرتك مش سايبة كلينكس جوه ليه؟ إيه ده؟ جايز أخيراً أخيراً دخلت التواليت، بس الحمام غريب قوي، ما فيهوش ولا صابون ولا حتى هاند لوشن. بقول لك إيه، معاكي أنتي بكتيريا؟ أنتي هبلة يا بنتي، وأنا همشي بكتيريا ليه أنا في شنطتي؟ أنا ما قلتش بكتيريا. إيه ده؟ لمع باشا لمع. لا لا بسكوتش معلش، المره الجايه يعني مش هنستنفع منك باي مصلحه. معلش المره الجايه، المره الجايه. طب شك شك مرزوقه تعالي جنبي، شك شك مرزوقه تعالي جنبي، تعالي جنبي. بقول لك ايه، بقول لك خش على الباشا بيحب الفلكلور ده. هو اتلمع باشا، خد لما علي النضاره دي مبصمه. عايزها نفس اللون ولا غير لك لون؟ المهم اشوف بغض النظر. خلاص هعمل لك العدسات واعمل لك الجزمه هديه. بجد؟ اه والله. ماشي انا موافق. المهم يا جماعه دلوقتي هنعمل ايه؟ هنخش المينا بقى ازاي؟ بقول لكم ايه، انتوا مفيش اي حد فيكم يعرف اي حد في المينا هنا او ظابط؟ لا ما نعرفش. تعرف انت؟ انا بص انا ليا اتنين صحابي ظباط، واحد ظابط في المتحف الزراعي والتاني في المباحث. ما حلو المباحث ده؟ لا ما هو المباحث ده شغال في مباحث الكهرباء. انا ما اعتقدش حد اعرفه هينفع يدخلنا. طب يعني ايه؟ هنروح يعني ولا ايه؟ احنا يا اما نروح يا اما نكلم عبد العزيز. اقسم بالله كنت متوقعه منك. تجننت يا بنت ولا ايه؟ عبد العزيز مين ده اللي انت عايزه تكلميه؟ ثانيه واحده بس، مين عبد العزيز ده؟ ايوه صح، مين عبد العزيز ده؟ قريب ابن خال امي، امين شرطه هنا في بورسعيد، بس كان عينه مني. عينه منك يعني ايه؟ يعني كان عايز يتجوزني، بس انا نفضت له عشان خاطر دبدوبي دوبي. طب ايه المشكلة دلوقتي انك تكلميه؟ ايوه صح، المشكلة انك تكلميه. المشكلة انه عيل لازق كده وملزق. معلش يا شريهان، لو هينفعنا اعصري على نفسك ليمونة وكلميه. هو ايه اللي لو هينفعنا؟ بتقولي ايه؟ وانت مشكلتك مع انه هو لازق وملزق بس؟ انت ايه مشكلتك؟ ايوه صح، انت ايه مشكلتك؟ شات اب، انت مين؟ لا مؤاخذة. هيا هاني ايه مشكلتك؟ برضه هتقولي ايه مشكلتك؟ يا ست الكل اللي بتقولي كان عايز يتجوزها، يعني عينه فيها. أصور يعني ولا إيه؟ أيوة ما مشربهاش وسابقها لك، أنت شربتيه. بس يا عم أنت خليك في حالك، خليك مكاني يا عم سيف. إيه؟ دلوقتي الراجل ده كان عايز يتجوزها، يصح كده؟ لا طبعًا ما يصحش. تسلم يا نخوة. سيف. يصح. إيه ده يا أبو الرجال؟ هو أنا ينفع أمتنع عن الإجابة طيب؟ هاني، مش هي دلوقتي خطبتك واختارتك أنت في الآخر؟ أنت مش واثق في نفسك ولا إيه؟ ده الحمد لله عندي ثقة وكرامة وكل الحاجات الحلوة دي. بس انا لو سبتها اتكلم الواد المقاحل اللي كان بيلغيها من زمان دهوت، ابقى انا لا مؤاخذه عيل مقاحلي. الكلمه دي عيب؟ لا خالص. طيب بغض النظر عن الكلمه اللي انا مش فاهماها دي، شريهان هتكلم عبد العزيز عشان احنا نلاقي الفلوس مش اكتر. فلوس؟ فلوس ايه؟ بيعمل ايه في حياتي ده؟ بيعمل ايه؟ بيلمع ركبي. ما خلاص يا عم هتلمع في خادي. لا مؤاخذه اصل افتكرتها بوت. بوت؟ ما انت كده، انت كده بتعزف على رجلي. معلش يا استاذ نيلي، خليها فرصه ثانيه ان شاء الله. وعلى راي المثل قطمه احسن من نحله. نحله ايه؟ انت ليه بتقول كلام غريب قوي كده يا هاني؟ انا ما قلتش نحله اصلا. من الاخر كده يا جماعه اشوف لكم حل تاني. شوشو مش هتكلم عبد العزيز. هاني، فاكر لما قبل كده قعدنا مع بعض وقلت لي ان عندك احلام كتير قوي مش هتحققها غير لو معاك فلوس؟ دلوقتي لو شريهان كلمت عبد العزيز احنا هيبقى معانا الفلوس دي؟ افكرك؟
قلت لي انك هتتجوز شريهان وهتجيب شقه في حدائق الاهرام عند الخوفو وهتجيب عربيه وهتعمل البوم زي اصحابك الاهلاويه الدخلويه. ايوه الدخلويه. وبعدين هيكون عندك توك توك مرسوم عليه محمد رمضان من ورا ومكتوب عليه الثقه في اللي مش هنتقلب، وهيكون عندك ميكروباصات كتير بتودي من التحرير للطواجن من الطواجن للتحرير. طواجن ايه؟ طوابق whatever. هي هاني قلت ايه؟ وافق بقى وافق بقى وافق وافق والنبي والحلو والنبي تبسم للنبي للنبي تبسم. خلاص يا جماعه اللي انتوا عايزينه اعملوه. هكلمه يا دبدوبي. كلميه بس انت اصلا معاكي نمرته؟ ما متسيفه عندي. متسيفه بقمرت ايه ان شاء الله؟ ما هي دي الشريحه القديمه اصلها. الو. ايوه يا زوزو. اي عبد عزيز ازيك؟ الحمد لله. وانت كمان؟ وانت كمان. قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ وانت كمان وحشني قوي عادي زي ما كل قرايبي يعني بيوحشوني مش فارق لي قوي. بقول لك ايه؟ انا في بورسعيد وعايزه اقابلك. لا مش هينفع بالليل. هو انتوا متعودين تتقابلوا بالليل؟ لا لازم نقابلك دلوقتي. انت فين؟ طب ده انا جنبك قوي 10 دقايق وابقى عندك. يلا مع السلامه. يلا يا دبدوبي يلا. مالك ملهوفه كده ليه؟ يلا عشان نلحقه بس. ثانيه واحده، احنا هنروح كلنا. انا بعد كده كل خطوه هتبقى رجلي على كتفك. اسمها رجلي على رجلك او ايدي على كتفك، انما دي مش راكبه. Whatever. افهمي لو دخلنا عليه كلنا كده هيقلق، فنروح احنا الاول نفهم سكته ايه، وبعدين ما تقلقيش انا ماليش في الحركات دي. ها يلا يا بابي. يلا يلا عشان نلحق نجيب له هديه كمان. انت هتزيد بقى ولا ايه؟ يلا استنونا هنا هنرجع لكم تاني. بقى حاسب لنا سيف عقبال لما نيجي. بس انا حاسب لك وايه الجديد؟ علمت عليكي بس يا سفروت. بس هي بصراحة علمت عليكي. انت لسه هنا بتعمل ايه؟ امشي يلا. لا مؤاخذة اصل بلمع اوكر. امشي. يا عم امشي بقى. اوف. لما انت بتبيع جوافة. ايه ده؟ سيف بقول لك ايه؟ ممكن تطلب لي حاجة اكلها؟ هتاكلي تاني؟ ايوه البحر بيجوع. في ايه؟ البحر بيجوع. ايوه واحنا بنعوم. اطلب لي حاجة بقى بليز. اجيب لك ايه؟ اجيب لك سرنباق ولا بكلاويز؟ ده ديزرت؟ لا ده ديزرت البحر، ده غير ديزرت الشيطان. بس خلاص شكرا. يا عم احنا داخلين هنا. ده طبعا. فين يا ابني عماد باشا؟ وانا اعمل كل حاجه بنفسي يا حبيبي. الشمس كلت وشي. أنا بعمل تن، حد يستعجلهن. أبو عزيز اقبضوا عليها. لا إيه ده؟ دي بنت خالتي، عديها. أوعى يا عم. شكرا. عاملة إيه؟ إزيك يا أبو عزيز؟ منورة. اتفضلي. شكرا. منورة يا باشا. كرسيين يا ابني. إيه يا بت؟ ما وحشكيش الزز ولا إيه؟ نسيت أعرفك، هاني خطيبي. هاني إيه؟ خطيبي. مفاجأة صح؟ معاك بطاقة يالا؟ ايه مالك متوتر ليه؟ يا عبد عزيز بطل هزار، يموت في الهزار من وهو صغير والله. خلي بالك من هزاري. ماشي. رجع يا ابني كرسي. ليه مكسور ولا ايه؟ لا ظريف ولذيذ. ازيك يا بنت خالتي؟ الحمد لله. كده ما تسأليش على الزوز ولا حتى تسألي على خالتك. معلش بقى. ناسية؟ ناسية لما كنا نلعب في بير السلم. تلعبوا ايه في بير السلم؟ باتيناج يا هاني، باتيناج أطفال. ياه بس اتفرج عليها بعد الباتيناج، كانت تقعد ترقص لنا الوش الفجر. ترقص لمين يا غندوره؟ كنت عيلة عندها 7 سنين وبشنب كده يا هاني. اتفرج عليها وهي بتتحزم بالشنب وبترقص شيك شاك شو. كنت بتعملي كده فعلا؟ طفلة يا هاني، طفلة عيلة بنت. وين الطفلة؟ مالك يا دافش ليه؟ ده انت مبرشم ولا ايه؟ طلع اللي في جيوبك. لا بقول لك ايه؟ انا مش هتفتش غير في الاسم. برشام ايه بس يا عبد عزيز؟ ده هاني ده راجل محترم ومبطل بقاله 4 شهور. لا هرجع له بقى. طب كني يالا. امورينا يا بنت خالتي. معلش بقى يا عبد عزيز، كنا عايزينك في مصلحة كده. يا سلام، ده انت الغالية تأمريني، ده انت جاي من سفر. ثانية واحدة، تأخر يالا. اتفضل يا عماد باشا. اتفضل يا باشا. لا مؤاخذة قلبها مضيافة بس، دول قرايبي، دي قريبتي والواد ده ما أعرفوش. هات يا ابني قهوة مظبوط. إيه يا باشا؟ قهوة مظبوط. قهوة مظبوط للباشا يا ابني. إيه يا عبد عزيز اللي بيحصل عندك؟ مفيش يا باشا، أنا لمحت جسم غريب وبحكم خبرتي وحنكتي في الداخلية أنا شاكك إن هو قنبلة. فين هو الجسم الغريب ده؟ هات يا ابني الكيس الأسمر اللي تحتك.
وانت ما بتعرفش توطي ولا ايه؟ لا يا خفيف، هات يلا. بص يا باشا، هو يبدو للانسان العادي ان هو قنبله، بس انا شاكك ان ده يكون منبه. اشتبه ايه يا ابني؟ دي قنبله. جبت القنبله منين يالا؟ يلا اجري هنموت هنموت يالا. ايوه ليه يعني المسكه دي؟ جر يالا. ما عرفنا انك ظابط. خلاص خلاص نيلي نيلي، خد يلا. ده بقى عبد العزيز قريبي، وده مستر سيف مدير الشركه اللي انا بشتغل فيها، ودي نيلي السكرتيره بتاعتي. يا دين النبي، بقى دي السكرتيره بتاعتك انت؟ شفت الزمن يا استاذ عبد العزيز؟ انبيليفبل. ايه فعلا، يطلع من الزفار جمبري. عيب يا عبد العزيز، انا واقفه. لا مؤاخذه يا بنت خالتي. طب ما تقعدوا يا جماعه، اتفضلوا ونخش في الموضوع على طول عشان ما نعطلش عبد العزيز باشا. اجري يلا هات لي قهوه. لا على فكره في قهوجي يا باشا، ممكن تطلب منه اللي انت عايزه. ايه دي المعلومه الجوهريه دي؟ ما انا عارف في قهوجي، عايزك انت تجيب لي قهوه. ليه يعني؟ بكرهك يا اخي. ماشي، قهوتك ايه يا باشا؟ مانو. لا انا ماليش دعوه انت بتدلعها بتقول لها يا مانو ولا يا ناني، انت قهوتك ايه؟ لا ده انت لذيذ كمان، انت تجري تجيب لي القهوه المانو وميه سقعانه. ميه ايه؟ سقعانه. انت بتضحك عليا. ميه سقعانه. بورسعيد نورت يا ست الكل. ثانك يو، ميرسي قوي. أمريني. الأمر لله يا عبد العزيز، زي ما أنا قلت لك كده بالظبط. عايزينك تدخلنا المينا، ولا أنت هتكسفني بقى قدام مديري والسكرتيرة بتاعتي؟ لا لا، هو أنا أقدر، بس هو الموضوع يعني صعب اليومين دول عشان المينا شدة شوية، وأنا لو دخلتكم على مسؤوليتي هتأذي. يرضيكي؟ أنت بتكلمني ليه؟ هي اللي بتكلمك على فكرة. إيه ده، هي اللي بتتكلم؟ أصل أنا فاكر يعني الصوت سابق الصورة. ده احنا جايين لك من اخر الدنيا، هتكسر بخاطرنا ولا ايه يا عبد العزيز؟ وانا اقدر اكسر بخاطرك يا حته كنافه؟ ده غريب جدا، انت ليه بتبص لي انا؟ هي اللي بتكلمك، هتدخلنا المينا ولا ايه؟ هو الموضوع عايز شويه ترتيب، بس ما تقلقيش. طيب لا، احل القهوه هنا قدام عبد العزيز باشا. القهوه دي مانو ولا؟ ما القهوجي هم تساله هو. يا دي انت ليه مصمم تقول معلومات مهمه؟ ما انا عارف انه القهوجي، فاكره صاحب المكان. غور ياد من هنا. اجري هات لي علبه بوكس. مش هجيب. هات لي علبه بوكس ولا تركب البوكس. خلاص بقى يا عبد العزيز، سيبك منه وانا هبقى اجيب لك البوكس. ماشي، بس ما تقعدش. ليه يعني؟ ما بحبكش يا اخي، خليك واقف كده. معلش يا هاني، اللي يعمل ظهره قنطره يستحمل الدوس. ما قلتليش يا باشا، انتوا عايزين ايه بقى من جوه؟ عشان انا ليا حبايبي وممكن يجيبوهولك. جوه فين بالظبط؟ من جوه المينا. جوه. ده سؤال ذكي جدا. ميرسي. والله احنا كنا عايزين من جوه، كنا عايزين نوصل لكونتينر. ايه كونتينر ده؟ حضرتك شغال في المينا ومش عارف يعني ايه كونتينر؟ ما بحبش اختلط بحد. بس حضرتك كنا عايزين نخش الكونتينر ده نجيب. هنجيب ايه؟ ورق. هنجيب ورق من الكونتينر. عايزين ورق مهم، لازم احنا اللي نجيبه بنفسنا من جوه. بص يا ست الكل. لا لا لا، كده بقى كتير قوي. لا انا بلفت انتباهك بس، هو الموضوع يعني معقد حبتين، بس انا هظبط اموري وهبقى لغيكي. ممكن رقم تليفونك عشان الغيكي؟ دو سمثينج. لا هتشتم بالامه، دوس على قلبي عادي. ركز معايا انا يا عبد العزيز، وموضوع التليفونات ده ما بيننا. انا كنت متاكده ان انت هترجعنا من بورسعيد مجبورين. وانا اقدر اكسفك يا بنت خالتي. طب بالاذن انا بقى، لا اله الا الله محمد رسول الله. عايزك في كلمه يا بنت خالتي. ماشي. رايح فين يالا؟ جاي معاك. خليك هنا. ليه ان شاء الله؟ يا اخي مالكش قبول عندي، ما بحبكش. وسع. عبد العزيز بيه. ايوه. انا شفتك فين قبل كده؟ انت تعرف النقيب علي ربيع؟ لا انا اعرف المقدم محمد انور. لا يبقى ما تقابلناش. صلوا على النبي يا جماعه وقولوا شفته. عندها حق على فكره، هو لزج وملزق قوي، مع ان الناس اللي هنا مش كده خالص. ليه؟ ما هو لذيذ اهو جدا. هما بيقولوا ايه كل ده؟ اكيد بيقول لها ما تسيبك من البق في اللي اسمه هاني ده واتجوزيني. تحلوش يا عم الحلو. او عارف ممكن يكون بيقول لها ايه؟ سيب النعجه يا خروف. زي ايه يا عم فيه؟ كان بيقول لك ايه؟ قال لي انه موافق انه يدخلنا المينا بكره، بس بشرط. شرط ايه؟ يتجوز نيلي. ايه؟
بايه؟ انا نو واي اقبل الاسم عبد العزيز ده تاني في حياتي اصلا. انتوا ما شفتوش نظراته اللي هي كانت عامله ازاي؟ انا كنت حاسه ان انا زي منى شلبي في فيلم هي فوضى. وانا كمان. أيوة. كنت حاسس اني هلا فاخر. ايه ده؟ بصوا انا ما شفتش الفيلم بس يعني كل يقول عشان خاطر الفلوس. انت شارب بانجو اكيد. هو البانجو بيشرب كده؟ البانجو بيشرب كده يا ماما. Whatever. شوفوا بقى هتعملوا ايه عشان انا هرجع القاهره دلوقتي. يعني ايه ترجعي القاهره؟ عبد العزيز مش هيدخلنا المينا الا بيكي. يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ ده مجنون. ازاي عايز يتجوزها واول مره يشوفها؟ طب يسال عليها؟ افرضي طلعت شمال او اخلاقها مش كويسه، ده ابوها سوابق. سيف انت عبيط يا ستي. افرضي، قلت افرضي، انا مش عايزك تضعفي يا نيلي. معلش يا ستي استحملي شويه، مش انت اللي قعدتي تقولي لي معلش يا شيريهان استحملي عشان خاطر الفلوس، وانت يا هاني كل احلامك التوك توك والخوف والتواجن، وجيت على نفسي ورحت له وفي الاخر طلع عينه منك انت يا عروسه. كلمه تانيه وهديكي بالقلم على فكره، انا مش بتكلم كده يا ستي. هو انت هتتجوزي بجد؟ احنا بنقولك يعني سايسيكي دوت واستحملي غلاسته لحد لما يودينا المينا ونرجع مصر وكأن شيئا لم يكن. ما شفتيش فيلم اربعه في المهمه الرسميه؟ نيلي انا مش عايزك تضعفي. سيف متأفورش كده. انا مش بأفور، انا متضايق عشان الحرنكش البورسعيدي كله اخضر، تالت حرنكوشه خضره تطلع لي، الاصفر هيطلع امتى؟ في الموسم بتاعه يا حبيبي. يا نيلي يا نيلي هنرجع بالفلوس وتطلعي ابوكي بالسجن وترجعي بيتك وترتاحي مننا ونرتاح منك. وعلى قولك لو هينفعنا يبقى سوريا لنفسك لمونة. اوكي هستحمله. ضعفتي ليه؟ ضعفتي ليه يا نيلي ليه؟ عشان لازم اعمل كده. ليه يا رب؟ خد يلا تعالى خد شاكل اللي مالوش طعم زيك. الو الو. ايوه يا عبد العزيز. ازيك يا شوشه بنت خالتي؟ ايوه يا عبد العزيز باشا، انا جبت لك العلبه البوكس والميه الزعلانه. الميه السقعانه. خليك في حالك ياد يا رخم. ها قولي لي يا شوشو في اخبار حلوه؟ عيب عليك ياد، ان شاء الله هتنول المراد قريب. والله انا قلت ما يجيبها غير شوشو بنت خالتي. هو انا عملت حاجه؟ ده انا يا دوب جيت بس افتح معاها الموضوع لقيت عينيها وسعت ووشها نور وزي ما تكون كده ايه، لو كنت استنيت عليها شويه كانت قالت لي والنبي والنبي يا شوشو جوزيني الواد الحلو الاسمراني ده اللي اسمه عبد العزيز. معذوره برضه وانا ما اترفتش. اقول لك انا من اول لحظه خدت بالي ان في عينيها القبول. اقفل اقفل في وش السك. المهم يا عبد العزيز هنتقابل بكره زي ما اتفقنا عشان نخلص الموضوع بتاعنا ولا ايه يا قمر؟ لا بكره ايه، الموضوع فيه اربع خمس ايام. اربع خمس ايام ليه؟ انا اقول لك انا اصلا دلوقتي جيت المينا عشان اشوف الكونتينرات اللي انتوا بتقولوا عليها، طلع محجوز عليها. وهو برضه اربع خمس ايام حلوين تكون امي جت من الجونه عشان تعين العروسه. عشان الواحد يخدم بقلب. وهو خدمه المعرفه تفرق عن خدمه الاهل. قول كده. اعمل ايه؟ طلع زباله طلع زباله. ايوه يا زيزو انا نيلي. مش محتاجه تعرفي نفسك. يا سلام يا سلام يا نيلي، انت اصلا صوتك ما يتنسيش. وحشتني قوي. لحقت اوحشك كده بسرعه؟ ده انا يعني هما ساعتين، ده انت ما وحشتنيش. ما هي ساعتين دي مش حاجه قليله يا زيزو. يا لهوي عليها. ايه يا زيزو موضوع الاربع خمس ايام دول؟ انت مش عارف ان احنا مستعجلين؟ انا عارف والله يا نونه، بس انت يعني عارفه يا نونه. ايه نونه دي؟ لا يعني بقول لك نونه بدلعك، مش انت نيلي يتقال لك نونه، نونتي بنتي الصغيره. جغ جغ يا نونه. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ببوسك. ببوسك ايه؟ ده انا حسيت ان الروج طرف عيني. انا زعلانه منك يا زيزو، معقوله اول طلب اطلبه منك ما تعرفش تعمله؟ لا والله، بس هو الموضوع يعني معقد شويه، انا استخدمت كل سلطاتي. هو صعب عليك بقى. طيب يا جماعة كل واحد على قد إمكانياته، زيزو مش هيقدر يخدمنا لأنه هو يعني لسه على قده، خلاص احنا نشوف حد تاني أهم. لا 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 لا, لا استني عندك واظبطي الكلام، أنت ما تعرفيش مين هو عبد العزيز. عبد العزيز لما يقول هيخلص حواري يخلصه. طب إيه رأيك بقى أنت بكرة بالليل عند بوابة المينا؟ ولو ما دخلتوش هجيب المينا لحد عندكم. ثانك يو. ثانك يو على إيه؟ أنت في ديك الساعة لما أخدم نونتي بطتي يعني مزتي. شوفوا هتبيتوني فين النهارده؟ ايه المكان ده؟ انا نو واي ابات هنا. بقولك ايه يا بت انتي، انا اتخنقت من العوجه اللي انتي معوجاها لنا دي، على قد لحافك مد رجليك. لحاف ايه في الحر ده؟
يوكي انا دخت. دختي من ايه يا كتكوتة؟ الراجل اللي هناك ده عمل صوت غريب كده بزوره وبعدين راح تافه في الارض. امال عايزاه يعمل ايه؟ يكتم البلغم يعني لغايه ما يموت فيها؟ احمدي ربنا انه ما جاش لغايه هنا وتافه في شنطتك. كان يموت احسن بدل ما يقرفني. معلش يا حبيبتي قصري على نفسك ليمونه ليله وتعدي. وبعدين ايه الشنط دي كلها؟ ده هو يوم صد رد. على فكره الحاجات اللي في الشنط دي تكفيني يوم. لبسي، جزمي، بيجاماتي، الاكسسوارز بتاعتي، الميك اب، واوبشنز زياده. افرضي مثلا النهارده عايزه البس دريس، سكيرت، بانتس، انا حره. اتفضلوا يا هوادم، الويلكم درينك. شكرا. الاوتيل المعفن ده فيه ويلكم درينك؟ امال يا ست البنات، ده انتوا شرفتوا بورسعيد. كوبايتين صوبيا ساعين يستاهلوا بقكم. شكرا انا مش عايزه. الف هنا وشفا. الا الهوانم مشرفينا قد ايه؟ لا احنا يوم بس وماشيين. ويا ترى راجعين القاهره ولا رايحين في مكان ثاني؟ انت مالك اصلا؟ انت بتحقق معانا؟ لا انا ما اقصدش، انا اقصد بس يعني وانتوا ماشيين ابقى اجيب لكم الباي باي درينك. شفتي ظلمتي يا راجل، بقى هيجيب لنا الباي باي درينك. انا ليه حاسه ان انا شفتك فين قبل كده؟ لا يخلق مش شبه اربعين. انا همشي بقى عشان استاذ هاني جاي. شكرا قوي. صحي لنا بقى الفطار لو سمحت. مش بيعملوا جمبري على الفطار بقى؟ ايه تحفه. الجمبري البورسعيدي. خد يا شوشو، ده مفتاح اوضتك انت والاستاذه نيلي. مش كفايه ان انا رديت ابات معاكم في الاوتيل ده؟ كمان هتبيتوني معاها في اوضه واحده؟ ما انت كنت بايته في بيتنا ما قلناش حاجه، اشمعنى دلوقتي يعني؟ لا مؤاخذه يا ست الكل، اصل مفيش حل تاني، احنا الفلوس اللي معانا يا دوبك جابت اوضتين. سيف ادفع له. انا اصلا دافع الاوضتين. طب ما تدفع اوضه كمان، يعني ايه المشكله؟ نيلي انا مش معايا فلوس، انا يعني ما كنتش عامل حسابي، وبعدين ده انا خدت اوضه ليا بثلاث سراير، يعني هنطلع نلاقي واحد نايم فوق. انتوا بتلوي صباعي يعني؟ اسمه دراعي. بالظبط كده، بنلوي دراعك. اوكي شيلوا لي الشنط. اتفضل امسك الصوبيا، خلي بالك مدلوقه. زميلي يا صوبيا مززه. ده الصوبيا البورسعيدي دي بقى احلى صوبيا دي. ايه ده؟ هو ده فريق الباسكت البورسعيدي؟ هم بتوع الاتحاد. طب لابس طاقيه ليه؟ ما هو ده بقى كابتن الفريق. ربنا معاكم يا كباتن. عشا كباتن. منور يا معلم سيف. ده نورك يا هاني. هاني واحنا قاعدين في فندق ولا قاعدين في القصر العيني؟ ليه اشمعنى؟ اشمعنى ايه؟ وبعدين بصوا حاطين له ايه اباجوره؟ ده يحط له قسطره جنبه. مالكش دعوه بيه، مالكش دعوه بيه. انت تعرفه؟ لا ما اعرفوش. هاني. نعم. ممكن تيجي انت مكانه وتنام هو مكانك؟ ايه العشم ده؟ هو خالي عشان اقوم واجي انا مكانه. بدل. تعالى بدل مكاني. يعني انت متخلف. انا اجي مكانك مش انا اجي مكانك. ما هي بقى نايمه هو في النص. انت ايه مشكلتك؟ انا مشكلتي ان هو باصص لي اتجاه وشه في اتجاهي انا، يعني باصص لي انا. يعني انا نايم بالليل لو قمت فجاه لقيته باصص لي رعب قوي يا هاني. ما تقلقش، هو اكيد هيتقلب وهيبقى باصص لي انا. انت تعرفه؟ اعرفه منين يعني؟ ما انت عرفت منين هو هيتقلب. طبيعي يا ابني، واحد بينام بيتقلب. هو في ايه هيحصل؟ في ايه؟ وانا بقول لك هيتحول، بقول لك هيتقلب. هيتحول؟ هو ناقص يتحول، هيتحول تاني. بقول لك ما تقلقش ما تقلقش، هو الدكتور هيجي الصبح وهيقلبه هو. بقول لك يا سيف. ايه؟ انت مش هتقوم تقلع ولا ايه؟ ايه؟ مش هتقوم تقلع؟ انت ازاي تقولي كده اصلا؟ انت ايه يا عم اتخضيت ليه؟ احنا ولاد زي بعض على فكره. ما تقولش جمله ولاد زي بعض، ما تقولش احنا ولاد زي بعض، عشان الجمله دي هي اللي ما تقولهاش. البدايه بتبقى بالجمله دي. بدايه ايه؟ مش قايل طبعا، مش هقول لك. هتنام بهدومك؟ انام بهدومي. هتتكرمش؟ ما تتكرمش ما تتكرمش يا اخي، هو انت هتتكسف تمشي معايا وهدومي مكرمشه؟ طب عشان خاطري قوم اقلع. يوه ما تخليك في حالك يا عم. عشان بتزعق. انت اللي زعقت، انت اللي نرفزتني. طبطي انت. ايه
بص بيعمل ازاي ربي. كان كويس انت اللي قعدت تزعق على فكرة. البس دي ولا البس دي؟ حلوة الخضر عليكي دي. هو انا بسألك انتي؟ يعني انا مثلا نيلي مكاوي هاخد رأيك انتي في لبسي؟ مش انتي اللي بتكلميني دلوقتي؟ انا بفكر بالصوت عالي. هلبس دي. نيلي نيلي بقولك ايه؟ نيلي اوف على الفصلان. ايه ما جبتيش غيارات؟ ما جبتش السان سكرين بتاعي. طب انا معايا سكرين. انتي عارفة اصلا انا بتكلم عن ايه؟ السكرين. السكرين ده اللي هو بيتحط في السكر مع الشاي ده اللي هو عشان تخليك سليم كده. اسكتي اسكتي خالص لو سمحتي، خليني ادور براحتي. طب ان شاء الله بس لو دعبستي كويس هتلاقي السكرين بتاعك. I hope so. نيلي هو انا لو طلبت منك طلب تقولي لا؟ اكيد لا. هو انا لسه قلت حاجة؟ انا عارفة انت عايزة ايه. طب عايزة ايه؟ عايزة تلبسي بيجاما من بتوعي. ايه ده بسم الله ما شاء الله، ده انت ذكيه ولماحه. انا مش لماحه، انا بعرف اقرا الناس. يعني انت قريتي ان انا ما ينفعش انام بالجينز؟ ايوه، ومش هديكي حاجه على فكره. وبعدين هو انت مش بتتريقي عليا وعلى شنطك كتير وحاجاتي كتير؟ زلت لسان. غلطت يا نيلي غلطت. وبعدين احنا بنات عم واول مره نتجمع في الغربه، اديني بيجامه. سوري مش هديكي بيجامه. ماشي ماشي انت حرة. على العموم القماش ده اسمه فيزون، وفي من تحتيه بادي كارينا بيبقى مقمط على الجسم، الاتنين ما بيمصوش العرق. وانت حرة بقى تستحملي ريحة حضنك بكرة في العربية وافضل قاعدة جنبك كده. بس 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 بليز اتفضلي البسي دي. شكرا جدا. شكرا. بقولك ايه؟ نعم. لو فاكرة ان عشان انا اديتلك بيجامة من عندي هديكي لبس تخرجي بيه بكرة، انسي. انا ما طلبتش منك لبس، عشان انا هغسل لبسي وانشره بكرة يبقى زي الفل. Whatever. على فكرة لو ما لقيتش السان سكرين بتاعي انا مش هنزل قبل الساعة 4، انا كده وشي هيتحرق. على فكرة انت مكسوف تقلع عشان ما عندكش شعر في صدرك. لا عندي شعر في صدري، عندي 8. اعدهم لك؟ لا ورهمني. لا اوريهم لك دي لو نزلنا المية سوا. طب اخرج وتقلع انت براحتك. هتخرج ايه؟ هتخرج وتسيبني مع لوحدينا وانت مكسوف؟ مش مكسوف يا هاني، خلاص بقى. طب امسك ولا ما بدخنش. امسك ولا ما بدخنش يا ابني، احنا اولاد زي بعض. بص هو اولاد زي بعض، اول ما تقولي اولاد زي بعض بتطلب مني حاجه عيب بعديها. عيب ايه؟ انا عايز ابسطك، عايزك تبقى قاعد مبسوط كده. انا مبسوط يا عم. طب مبسوط. امسك ما تطلعش عين امي بقى. ايه ده؟ لو راجل خدها منه. لو راجل خدها منه. كان اللي مديها له اصلا. مديها له ايه؟ هو قام خدها منك غصب عنك. صباح الفل يا عم الحاج. ايوه كارك بقى. شد شد. ايوه لا لا لا. قول لي بقى يا عم سيف، انت ونيلي ايه النظام؟ نظام ازاي يعني؟ يعني شايف كده في ود واستلطاف ما بينكم، وبعدين انت سايب دنيتك وماشي وراها ليه؟ طب ما انت سايب دنيتك وماشي ورا شيرهان ليه؟ انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ شيرهان دي خطيبتي، وبعدين احنا متفقين افضلها نفسي مقابل ان ناخد 10% من المصلحه. هتاخد من خطيبتك 10%؟ قليل صح؟ طب ايه اخد 30؟ انت متخلف؟ دي كده متاجره بمشاعرها. اسم الله عليك، متاجره والتجاره يعني تجاره شطاره. انت بقى اتفقت مع نيلي على كام عشان ابقى فاهم انا اتضحك عليا ولا لا؟ انت عايز ناخد منها فلوس؟ انا راجل نبيل، راجل معطاء. يعني ايه معطاء؟ معطاء يعني مش في محتاج؟ في معطاء يعني المحتاج وفي معطاء. المعطاء يدي المحتاج. المعطاء ده ايه؟ عكس محتاج ولا ألعن ولا ايه؟ يا عم انا بساعدها من منطلق الاخوه والزماله. اخوه وزماله بس؟ يعني مفيش هق ومق وتربق؟ لا مفيش هق ومق، لكن يعني ايه تربق؟ مش فاهم. يعني مفيش ملغيه تليفونات تشحن لها كارت ب10 ترد عليك بكل تون؟ مفيش حب يعني؟ حب للاسف لا. عارف يعني عارف دي اللي دي انسانه جميله ورقيقه، وساعات بحس انها قريبه مني. يعني بحس انها انسانه رقيقه ومشاعرها كده بتهفف. انتوا تشوفوها متعجرفه
متسلطة، لسانها طويل، لكن هي في الآخر، في الآخر، في الآخر بيمرر؟ لا بيكحح. أنا إيه اللي جابني هنا؟ أنا مش بشرب سجاير. ما تخافش، ما دي مش سجاير. أمال إيه ده؟ هو أنت ما شربتش حشيش قبل كده؟ حشيش؟ شريهان، نعم، ممكن أسألك سؤال؟ ها؟ ليه يا حبيبتي أصحى من النوم ألاقي الفيو حبل غسيل؟ ما تنشري في الحمام. أولاً الحمام ضيق، يعني مش مكفي هدومي، أنشر فين أنا؟ على فكرة الحمام مش ضيق خالص، أنتي اللي هدومك كتير قوي، مش معقول بني آدمة تلبس كل اللايرز دي فوق بعض. أنتي هتحسديني ولا إيه عشان لبس كتير؟ وبعدين يا أستاذة يا بتاعة الفاشون، مدام أمينة شلباية قالت إنك لما تلبسي طبقات كتير ده من ضمن الموضة، يا جهلة. I doubt إن الست قالت كده، أنتي اللي من جهلك فهمتي غلط. ما تحاسبي بقى يا حيوان، انت هتوسخيني بقى. بنت انتي اتمسي وقولي يا مسا، البتاعه دي مبلوله ممكن اكتم بيها نفسك زي الخلقه منى عادي ولا تفرقي معايا. خلاص انتهينا. استغفر الله، انا حتى مش عارفه اشوفها فين. شريهان، نعم، انتي هتنشريها هنا جنبك كده وانتي نايمه؟ انتي خايفه عليا يا نيلي لابرد؟ لا ما تخافيش، الشمس هتدخل الصبح وهتشفط كل الكمكمه دي. على فكره انا اكيد مش خايفه عليكي، انا خايفه على البيجامه بتاعتي اللي انتي لابساها. استغفر الله العظيم يا رب، صبرني. نامي نامي. الحقني يا هاني، الحقني يا هاني. انا بموت بموت. ايه ده ايه ده ايه ده، انت زي الفل والله، انت خدت نفسين بس. مش قادر اخد نفسي، بس انا اخد نفسي. ما هو انت عشان كده نفسك، شيل ايدك يا حبيبي. انت بتضحك وراك ليه؟ بتضحك ليه دلوقتي؟ بس انت هو جاي من الشغل تعبان، بتضحك ليه؟ مش قادر اخد نفسي يا هاني. معلش انا اللي بيحصل لي يا هاني؟ انت اللي شربتني حشيش. لا مش انت، انت اللي شربتني حشيش. بتشربني حشيش ليه؟ انا ام سوري، ام سوري، انا اسف، انا اسف. انت هتعمل لي كيوت، هتعمل لي كيوت دلوقتي بعد ما موتتني. اهدى اهدى، نفسي هاني. على فكرة انت عامل دماغ حلوة جدا، حاول تستغلها، الناس بتدفع دم قلبها عشان توصل للي انت فيه ده. دماغ حلوة ازاي؟ انا خلاص انا مش حاسس بنفسي، انا وشي منمل يا هاني، انا مش حاسس بوشي. انت شايف وشي يا هاني؟ موجود اهو، وشي منمل يا هاني. هو انت شربتوني ايه، مبيت حشري؟ لا لا لا، وشك منمل عشان انت سكر يا حبيبي. اهدى 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 اهدى، على فكرة كيف ده اصلا وهم. وهم ازاي يا جماعة؟ مش وهم ولا حاجة والله. وهم. انا مش قادر اتحرك، مش قادر اتحرك. ايه ده، ما بتتحركش؟ اتحركي، بقولك اتحركي، اتحركي يا ايدي. وانت هتتفرجي عليها، هتتفرجي عليها، خليها تتحرك. معلش مش قادر. معلش اهدى اهدى. انت عارف انت عشان بس كاتم على نفسك، لكن انت لو قلعت هدومك انت زي الفل. انت عايز تقلعني وخلاص، انت بتشربني عشان تقلعني. مش هقلع، انا مش هقلع. اصحالي وقومي النوم، قالوا النهارده تولع. شريهان انت نمتي؟ امال بتردي عليا ازاي؟ هو انا كده برد وانا نايم. طب بقولك ايه؟ تفتكري الفلوس بتاعت جدو ميكي قد ايه؟ يعني مش اقل من 100,000 جنيه. ايه الرقم المتخلف ده؟ ده ماما ميمي بتقول انه كان مالتي مليونير. ازاي يعني مالتي مليونير؟ يعني ما ينفعش، يعني كان عنده مليانات كتير قوي، كان عنده فلوس زي اللوز. الرز. ايوه صح، الرز ممكن يبقى عدده اكبر. طب يلا يا عروسه، يلا نامي عشان هنصحى بدري. اوكي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نيلي مالك يا نيلي، انت طلعتي مجنونه ولا ايه؟ ما تخافيش، انا بعمل مديتيشن. ايه الكومبينيشن ده؟ طب اجري اجري بسرعه على الحمام لحسن تعملي كومبينيشن على الملايه تغرقيها. يا بنتي مديتيشن مديتيشن، يعني عارفه اليوجا والحاجات دي؟ طبعا عارفاها، بتاعت صباح الخير يا مصر. هوب 2 3 4، مشط 2 3 4، شد 2 3 4، مش هي دي؟ مبدئيا اليوجا مش هوب 2 3 4 خالص، اليوجا دي حاجه ثانيه والمديتيشن حاجه ثالثه، بس انا قلت لك عشان هما الاثنين من نفس السكول. يعني
ايوه اللي هو ايه يعني؟ بصي مديتيشن يعني التامل، يعني ان انت تركزي كل افكارك واحاسيسك في بوزيتيف ثوت، في حاجه ايجابيه، وتفضلي تركزي 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 قوي لحد ما توصلي للزيرو ثوت، وتبقى دماغك فاضيه ما فيهاش اي حاجه. طب ما انا اساسا دماغي فاضيه ما فيهاش اي حاجه من غير ما احزق بالزيرو ده. مش قصدي فاضيه استافها كده، قصدي فاضيه يعني كلير، صافيه، عندك سلام داخلي، ريلاكسد، لحد ما اللي تتحكم فيكي وترجعي لها في كل حاجه نفسك العليا. يا حبيبتي يا نيلي، انت طلع عندك عليا ومخبيه علينا طول الفتره دي. فكرتيني بنشوه، الله يمسكي بالخير يا نشوه، كانت عامله زيك كده بالظبط، بس هي بقى كان عندها عليا وسفلى، بس دي اللهم احفظنا نص شعرها اليمين وقع وكلت عيالها. والله يبارك له عم عطيه خادم الجامع، هو اللي طلع منها العليا والسفلى كله. ايه يا بنتي اللي بتقوليه ده؟ انا ما عنديش عفاريت. صدقيني يا نيلي انت مش حاسه بنفسك، هو ده قرينك، قرينك اللي جواكي اللي كان بيضحك زي نشوه بالظبط. لما كنت ببقى قاعده معاها في الكافيه فجاه الاقيها بتضحك، بس الضحكه بتاعتها ايه بقى؟ ايه خشنه؟ ده السفلى عشان انت العليا. حبيبتي انا كنت بعمل نوع من المديتيشن اسمه مديتيشن الضحك، يعني ان انا افضل اضحك اضحك قبل ما انام عشان اطلع كل النيجاتيف انرجي اللي جوايا، ولما اصحى برضو اضحك قوي عشان اخد بوزيتيف انرجي. على فكره الاكسرسايز ده لو قعدتي تعمليه لمده 3 شهور انت مش فاهمه الناس هتقولك ايه، كل حد هيشوفك هيقولك شريهان ازاي حلويتي كده، ازاي وشك بقى منور وجلوينج كده. 3 شهور حلو فيهم؟ ايوه، ده انا لو وظبت اسبوعين بس على ماسك جنين القمح مع صفار بيضة هيبقى وشي بدر منور كده، هبقى شبه مدام ميادة الحناوي. شريهان لحد حناوي وهنوقف الكلام بيني وبينك، من فضلك نامي بقى واطفي النور، فصلتيني حيوانة. انتي بتعملي ايه؟ بعمل كومبينيشن. مش قادر اعمل بيبي. يا هبلة يا بنت الهبلة. استنوا بقى لما اكلمه. الو، ايوه يا عبد عزيز، انت في المينا؟ احنا واقفين عند البوابه اهو، خد نيلي عايزه تكلمك. انا مش هكلمك. خدي خدي. ايوه يا زيزو، انت كمان وحشتني قوي. احنا مستنيينك. Can't wait to see you. ده مش فرنساوي على فكرة، ده انجليزي. باي. لزج وغبي ومشل ومعصب. بصي يا نيلي، احنا هنركن بعيد عن المخزن وندخل كلنا جوه وانت تفضلي مع عبد العزيز. ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ تسيبيني مع عبد العزيز ده يعني ايه؟ انت عارفه لو حد عرفه شافني وانا واقفه معاه وافتكرني صاحبته هيبقى شكلي ايه؟ ده اللي همك؟ لا بقولك ايه، انت لازم تفكي كده، لازم تلهيه عننا عشان ندخل ندور على الفلوس، والا هنلاقيه بينطلنا كل شويه ويشوف احنا بنعمل ايه. لازم تمايني مع الراجل وتديله ريق حلو، وما تسالينيش يعني ايه ريق حلو عشان مش عايزه اقرف. ما انا مش فاهمه يعني ايه اديله ريق حلو. يعني تاخديه على حجرك كده. اخده على حجري ايه يا حيوانه انت؟ يا ستي انت فاهمه غلط على فكره، هي مش قصدها اي حاجه عيب، هي تقصد يعني ان ده راجل حياته قاسيه وممله، فانت يعني تتدلعي عليه وتتهاوني وتوري له مثلا حته من الكتف، حته من السمانه، حته من الورد. كتف ايه وسمانه ايه يا قليل الادب؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ دي انسانه محترمه، مش معنى ان ابوها محبوس معنى كده انها تبيع نفسها. ابيع نفسي ايه؟ متخلف انت كمان. يا جماعه انتوا فاهميني غلط على فكره ومكبرين الموضوع، انا قصدي يعني اننا مش عاملين كل دوت عشان الفلوس. خلاص ما تجوش بقى دلوقتي وتعصلكوا. خلاص خلي خطيبتك بقى تبين دبوس والسمانه. ولا مالكش دعوه بخطيبتي ولا بدبوس خطيبتي. وش معنى انا؟ مش معنى انت حابب اقول لهم بقى مين امبارح اللي كان مبين ورك وصدر ودبوس؟ يا عم سوبرمان. بس ايه اللي حصل امبارح؟ تخيلي يا نيسه نيلي واقف على طرف السرير ومصمم ان هو بس مفيش حاجه حصلت امبارح. هتبيع نفسك؟ اكيد مش هبيع نفسي. وما تتوهش، ايه اللي حصل امبارح؟ انا مش بتوه، انت اللي بتتوهي عشان انت عايزه تبيعي نفسك. بس خلاص عبد العزيز جه اسكتوا.
حتى مشيته كارثه. شاروخان قوي. وبعدين هو لابس نظاره ليه بالليل؟ عامل ليزك. يا سلام، هتبقي زوجة رجل مهم. يا انت قاعده قدام عشان تبقي اول واحده تشوفيني. شفت بقى؟ طب خشي. انت هتعمل ايه؟ هقعد جنبك عشان ما نزنقش الجماعه ورا. هو عشان ما تزنقش الجماعه ورا هتقعد على رجلي؟ لا يعني انا سفيف، بس خديني جنبك. سفيف ايه؟ هو ميكروباص؟ انا اسف، معرفش انها واخده اتنين قدام. هقعد ورا وعيني عليكي. اوكي. خش جوا بس عشان نزل قريبا. ادخل يا سامي. اهلا اهلا. افتح يا ابني. كل عالباشا. بس هنا يا استاذ. بس اتفضلوا. ورا الجهاز العملاق ده هو المخزن اللي بتدوروا عليه. متشكرين قوي يا عبد العزيز، تعبناك معانا. خليك انت بقى هنا عشان تراقب لنا الجو، لو في حاجه تقول لنا. وانت يا نيلي خليكي هنا مع عبد العزيز عشان تونسيه. طبعا انا تحت امر عبد العزيز. طب يلا يلا بينا. هتبيع نفسك يا نيلي؟ بس بقى بطل. خلاص ما تزبلوش العربيه. اوكي يلا امشي. شريهان خلي بالك على الجاكيت بتاعي، اوعى يحصل له حاجه. هاي زيزو، تحب اونسك هنا ولا اونسك في العربيه؟ والله سؤال محير. اخاف اقول لك ونسيني هنا يطلع الونسه في العربيه احلى، اخاف اقول لك ونسيني في العربيه يطلع هنا احلى. طب ما تيجي نجيب العربيه هنا وتونسيني هنا في العربيه. انا مش فاهمه منك حاجه، تعالى ترمي هنا. الحلو وقع يا معلم. ممكن تبعد عني شوية؟ يا سلام من عيوني. لا يعني خلي فيه سبيس بيني وبينك، فاهم يعني ايه سبيس؟ أيوة فاهم طبعاً، ما أنا عندي كمبيوتر، سبيس يعني مسطرة. المخزن اهو. يلا يلا. الكنز بقى في انهي علبه في العلب دول؟ وريني كده. هاتي الكونتينر اللي مرسومه في القصه مكتوب عليه رقم 19، يعني الكنز في كونتينر هنا مرسوم عليه رقم 19. لا لا لا، احنا ندور على المكتوب عليه رقم 19. انت غبي؟ ما انا لسه قايل كده، ما تعملش نفسك ذكي. انت غبي غبي بس عملي، انت عمال بتتكلم بس. يوه، احنا جايين ندور على كنز، يعني مش فاضيين لعب العيال ده. يلا. ايه يا عم خضيتني؟ انت خضيتيني. ممكن تشيل الكشاف ده من على وشك عشان شكلك مرعب قوي. بتخاف؟ بس ما تخوفنيش، ما ترعبنيش، مش ناقص انا. طب بقول لك ايه، لقيت حاجه؟ لا ما لقيتش اي حاجه ولا انا. طب فين هاني؟ مش عارف. هاني هاني انت يا زفت. ايه لقيتوا حاجه؟ لا. وانت؟ لا مفيش حاجه. طب كملوا كملوا. ماشي. بس انا واخد على خاطري يا بت يا نونة. اولا انا مش بت ومش نونة. يعني ايه واخد على خاطري؟ يعني نفسيتي تعبانة.
Good for you. خدت والله خدت good for you وبنادول كوند فلو ما عملوش حاجة مع نفسيتي اللي تعبت منك. ليه يا زيزو هو إيه اللي حصل؟ ببعتلك طلب صداقة على الفيس وانت ما تقبليهوش. أنا ما فتحتش فيسبوك من امبارح معلش أنا أسفة. لا افتحي وبصي على الكومباوند بتاعي. أبص على إيه؟ الكومباوند. أنت ما عندكيش كومباوند على الفيس؟ هو اللي على الفيس ده اسمه كومباوند؟ آه معروفة. واللي على انستجرام كومباوند برضو؟ واللي على تويتر. أمال اللي بنسكن فيه اسمه إيه؟ لا ده بلوكات. يبقى بس افتحي الكومباوند هتلاقي صورتي وأنا عامل كده وكاتب عليها أمين الأحزان. ألف سلام عليك. فيصت ولا ايه؟ انا قلبت الدنيا على رقم 19 ده مش لاقيه خالص. يبقى اكيد موجود في مكان تاني او رقم تاني. مستحيل الرقم اللي موجود في القصه رقم 19. ياه هو جدي ده غاوي فرهدنا ودايما يفقع مارتنا بفزلكته دي. استناه ايه من واحد فاضي عمال بيكتب في ميكي؟ راجل تافه اصلا. ما تحترم نفسك ياض انت ياه. ما انت لسه شتمة جدك من شويه. ادعي على جدي واكره اللي يقول امين. انا ما قلتش امين انا قلت انتوا بتقولوا ايه؟ ده انتوا لو ماشيين في سوق الروائي مش هيبقى الحوار كده يا جماعه. احنا بندور على كنز. كنز شوفوا هنعمل ايه. انا بقول نفتح الكناتر دي ونشوف كل واحد جواه ايه. نفتح هي علب تونه؟ احنا لو قعدنا نفتح الكناتر هنقعد يومين ثلاثه. طيب ممكن اعرف بس هي ايه الكناتر وانا افتحها؟ بس انا مش فاهم يعني عامله ازاي. ياد ما هي الكناتر هي واد ده كونتر وده كونتر وده كونتر. لا دي كونتينرز زرز. كونتينرز مش كناتر. ياد كناتر ياد مالك طاري كده ليه؟ في كناتر زي الكناتر الخيريه. حلو يا سوسو. هاني شريهان تعالوا شقلبوني. نعم بقول لكم شقلبوني. تشقلبك ده ايه ياض ما تظبط كده. خلاص ما تشقلبنيش انا عرفت الحل. الحل بالمقلوب. ما فهمناش حاجه يا ابني. سهله وبسيطه تعالى شقلبك عشان تفهم. تعالى. طب ما تيجي انا شقلبك شقلبه مش هتعرف تتعدل بعدها. انت فهمت ايه؟ مش قصدي على فكره. فهمت اللي في دماغك. لا مش ده اللي في دماغي يا حبيبي. بص انا فاهمك. الكونتينر رقم 61 دوت هو اللي فيه الكنز. مش هتفهم انت لما تقلب ال 61 دي هتبقى 19 الرقم اللي موجود في القصه زي كل الغاز ميكي. الحل بالمقلوب. يس 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 يس. تعالي ازيها ما تكبتيها؟ بس نديك على وشك. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ اخش اطمن عليهم. انا ناقص الفيديو. ازيها؟ بس مش الدرجة دي. Thank you.
برافو برافو يا هاني. ايوه برافو جدع يا هاني. يلا يلا. لا انا مش قادر ادخل. ليه؟ اصل انا عندي فوبيا من الاماكن المغلقه. بقول لك ايه، مفيش حاجه اسمها صوبيا الاماكن المغلقه، هي صوبيا الرحماني بس. لا في صوبيا في حاجات كتير تانية حلوه، بس بصراحه مفيش احسن من صوبيا الرحماني. اللي في السيده؟ اللي في السيده بقى. لا وفي في تاني واحد تاني في شارع المعز. اه ده عنده حلو. خلصونا بقى في ام اليوم الاهبل ده. يلا يلا انا امسك ايدك ما تخافش. خلي بالك مني عشان انا بخاف جدا من الاماكن المغلقه، لان قبل كده وانا صغير اصلا اتقفل عليا اسانسير وانا وهو بقى، وانا كنت في الاسانسير مش لوحدي بقى، كان معايا ايه بقى، واتقفل علينا كان معايا شنطه سفر. سبحان الله. وانا برضو وانا صغير برضو كنت بلعب استغمايه فاستخبيت في الفرن وهم كانوا مشغلين الفرن ساعتها. بص هنا حتى هتلاقي حرق كده اهو. اهو. لا مفيش حرق، في ريحه خميره. ما كانوا عاملين كيكه. اقسم بالله لو ما سكتوش لاديكم بالجزمه دي على دماغكم. وانت يا سيكي ميكي انشف شويه. يلا ادخل. حاضر. يلا ما تخافش ما تخافش. يلا. لا يلا ايه؟ يلا خش. لا ما تخافش ما تخافش. واحده 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 واحده. يلا يا هاني. ايه؟ تعالى دور في الصندوق ده انا خايفه. حاضر حاضر. الحق. ايه؟ المكان مطرب قوي. ما لازم يبقى مطرب. انت بتقول ايه يا ابن انت؟ شوف كده الصندوق اهو. شو شو؟ اه فستان الفرح اهو. بس تغسل بس هيبقى كويس. ايه ده؟ ايه؟ لقيتي حاجة؟ مفيش كنز. وفي ده؟ يلعن ابو كده يا شيخة. ما تلبي نفسك يا ضو انت. لا هو مش قصده، هو كان قصده يقول بس يعني ان جدي خايف قوي. ما تحترم نفسك انت جمهان. هو ما يقصدش، هو قصده ان جدك ده ابن. ما بس بقى يا ضو انت وهو. وخلينا اتنقل احل الكلمات المتقاطعة. يا ربي ربنا يسامحك يا جدو. خدت بالك؟ سمعت حاجة؟ اه ايوه سمعت في حاجة. انا ما سمعتش حاجة. ما انت مخدود ليه؟ انت المخدود على فكرة. ايوه. لا بقى شفت حاجة صح؟ ايوه شفت، اتخيلت بحاجة بتعدي. يبقى بيتهيألك. يبقى بيتهيألك. ما انت ما شفتش؟ ما شفتش حاجة. انت كذاب على فكرة. نخلص النهارده. هم الموظفين كده، نيجي نخلص شغلنا يقعدوا يحلوا الكلمات المتقاطعه. لا يا اخويا سبع ايام اجي لها كل عايز الواد اداره ثانيه ومش عارف. تعرفي ان احنا فينا حاجات كتير شبه بعض؟ اصل انا كمان مدمن جيمز على المحمول. بتحب ايه بقى جيمز على المحمول؟ بحب العب كل حاجه، يعني الطيور الغاضبه، المزرعه السعيده، كيف تحمي التمساح. مفيش لعبه اسمها كده. ازاي دي مشهوره عندنا؟ يديكي شويه ميه وتقعدي تحفري للتمساح لحد ما يوصل للميه يتشطف بيها. واسمها على الستور كيف تشطف التمساح؟ ايوه بس بالانجليزي، كيف تشطف اللاكوست. بقولك ايه، انت عمرك صاحبت قبل كده؟ يعني في بنت في العالم حبتك قبل كده؟ بص مني يعني واد امور وشيك، فتلاقي بنات العالم كلهم عليا كده. لا انت شيك قوي بصراحه. ميرسي. عجبك الاصفر؟ تحفه. كنت متاكد، اصله ماشي مع لون شعرك. طب اقول لك حاجه،
عارفة كل تقليعات عمرو دياب؟ قولي بقى انه واخدها منك. لا كنت اقولك حلوة عادي، انت ليه شايفاني كذاب؟ لا خالص. وانت ما قلت ليش انت صاحبتي قبل كده؟ انا صاحبتي كتير جدا. الله، بعشى الست الخينة. تاخد تشطف التمساحة وتسكت شوية حبيبي يا لاكوست. ها يا أمي، فهمتي حاجة؟ لا، بس اللي فهمته من الكلمات المتقاطعة دي إن الحل في قصة العقد بتاع الجدة بطة. طيب بتحكي عن إيه بقى القصة بتاعت الجدة بطة دي؟ الجدة بطة دي كان عندها عقد غالي قوي، وفي واحد راجل عايز يشتري منها عشان يديه لمراته في عيد جوازهم. العقد ده ضاع، فضلوا يدوروا عليه كتير قوي، وفي الآخر بقى اكتشفوا إن لوز نايم على العقد في المزرعة. كان عامله مخدة يعني. طيب يا جماعة تمام، احنا نطلع على المزرعة واكيد هنلاقي العقد هناك. نطلع دي في مدينة البط. طب ايه يعني، هي بعيدة مدينة البط دي؟ بعيدة ايه؟ في الفيوم مدينة البط. ابن الفيوم قريب، احنا نركب من الرماية اي حاجة. بس بقى يا زريف انت وهو، احنا مش فاهمين حاجة، لازم نلاقي حد بيفهم. ما هو يا اما عم بدق يا اما عم عبدالله. يا جماعة استهدوا بالله، انتوا اليأس راكبكوا ليه؟ احنا نشوف المجلة العدد ده. فار 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 فار. مين ده؟ يلا يلا نمشي. انا قتلته. لا يلا، انا قتلته، انا قاتل. لا لا انت مش قاتل، ده كان دفاع عن النفس. انا اكلته ده. لا لا ما تخافش، لا مش انت، مش يلا انت. يلا 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 بسرعه يلا. مش حلو، اتحرك. هاني استنى هاني. ها يا امي، فهمتي حاجه؟ لا، بس اللي فهمته من الكلمات المتقاطعة دي إن الحل في قصة العقد بتاع الجدة بطة. طيب بتحكي عن إيه بقى القصة بتاعت الجدة بطة دي؟ الجدة بطة دي كان عندها عقد غالي قوي، وفي واحد راجل عايز يشتري منها عشان يديه لمراته في عيد جوازهم. العقد ده ضاع، فضلوا يدوروا عليه كتير قوي، وفي الآخر بقى اكتشفوا إن لوز نايم على العقد في المزرعة. كان عامله مخدة يعني. طيب يا جماعة تمام، احنا نطلع على المزرعة واكيد هنلاقي العقد هناك. نطلع دي في مدينة البط. طب ايه يعني، هي بعيدة مدينة البط دي؟ بعيدة ايه؟ في الفيوم مدينة البط. ابن الفيوم قريب، احنا نركب من الرماية اي حاجة. بس بقى يا زريف انت وهو، احنا مش فاهمين حاجة، لازم نلاقي حد بيفهم. ما هو يا اما عم بدق يا اما عم عبدالله. يا جماعة استهدوا بالله، انتوا اليأس راكبكوا ليه؟ احنا نشوف المجلة العدد ده. فار فار. يلا يا اهبل. فار فار فار. مين ده؟ يلا يلا نمشي. انا قتلته. لا يلا، انا قتلته، انا قاتل. لا لا انت مش قاتل، ده كان دفاع عن النفس. انا قتلته ده. لا لا ما تخافش، لا مش انت، مش يلا انت. يلا 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 بسرعه يلا. مش حلو، اتحرك. هاني استنى هاني. اسمحيلي، بما اننا خدنا على بعض وحبينا بعض، اشرط عليك شويه شروط. اتفضل اشرط. احنا عندنا الستات ما بيشتغلوش، الست هنا لبيتها وجوزها واصحابها. اقسم بالله لو جيت في يوم قلت لي عايز اشتغل لاظبط لك حته شغلانه. متشكره قوي. لا على ايه، ما تقلقيش، مصاريفك كلها هتبقى عليا، اكلك وشربك ولبسك. انت بس هيبقى عليكي باقه النت، وهدلعك كومبوت. كومبوت؟ انت عارف يا زيزو، أنا والله العظيم عمري ما هنساك، وعمري ما هنسى اليومين دول. نيلي نيلي، يلا يلا. فين الفلوس؟ هفهمك بعدين. فلوس ايه يا جدعان؟ دي فلوس كده استلفتها منها، هديها لما نرجع مصر. يعني هتقطعوا بعض في الغربة عشان قرشينات؟ وانتوا هترجعوا مصر امتى؟ لازم نرجع دلوقتي حالا. ايه اللي حصل؟ ايوه ايوه، يلا يا سيف يلا يلا. مش قادر اسوق، مش عارف اسوق. انا قتلته. ايه ده ايه ده؟ قتلته. ايه ده ايه ده؟ قتلته. قتل مين؟ قتل الوقت يا باشا، اصل انت فاهم الوقت لو ما قتلتوش هيقتلك هو.
مش عارف اسوق. خلاص خلاص انا هسوق انا هسوق. لا ما حدش يسوق عربيتي. هتعرف تسوق؟ مش عارف اسوق. خلاص يبقى تعالى بقى. طيب طيب باي باي بقى يا زين. ايه ده هتنتهي قصه الحب العظيمه بسرعه؟ ما عايز بس يعني الحاجه تقابل الحاج. مين الحاجه ومين الحاج؟ الحاج امي تقابل الحاجه بوكي. انت عايز تقابل بابي؟ يا ريت. طيب العنوان ما يتوهش خالص، مجمع ترى سجن المزرعه. ايه ده ابوكي ظابط زميل؟ لا مسجون. ما قلتليش ليه؟ كنت اوصي عليها ابويا. باباك ظابط هناك؟ لا مسجون برضك بس مسيطر. باي 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 عسلية. ما تخافش يا سيف. اهدى اهدى. السلامة. بقول لك ايه، ادوس على انهي زرار؟ انت مش عارف تسوق. لا لا عارف عارف. انت مش عارف تسوق. عارف والله عارف. بالراحة عليه. تنسيش تعملي لي متابعة على الانستجرام.